إنا نشهدك أن نؤمن أنك خالق الكون وأنت العلي الكبير وأنت الحميد المجيد وأنت ذو الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. والله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد، سواء رجل أو امرأة أو شاب أو طفل صغير، إذا رفع العبد يديه إلى الله أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فسل الله تبارك وتعالى واعلم بأنه من لم يسأل الله يغضب عليه. تعال نشوف، ربنا سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء دائما. لو أنت دخلت، والله المثل الأعلى، على أمك وأبوك وأنت طفل صغير وبتطلب منهم أي شيء، فمرة يعني سبحان الله ربما لا يستجاب لك. أما إن ظللت زي ما بيقولوا تزن كتير وتلح عليهم كتير، دايما هيلبوا لك الطلب. وبعدين واحد رايح عند واحد عمال يدق الباب وهو ده موجود داخل البيت، فده بيدق الباب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وخمسين ومية، كده كده الباب هيتفتح له. فعايزك تلح على ربنا كتير. وتعالي نشوف اللي كان بيلح على جبل عرفات في هذا في يوم عرفة، دعاء يخلع القلب من مكانه. خليكم مع الدعاء وعجبوا الفيديو وصلنا النبوة من اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم جميعا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت من النار رقابنا. اللهم إنا نشهد أنك أنت ربنا، لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك. اللهم إنا نشهدك أن نؤمن أنك خالق الكون وأنت العلي الكبير وأنت الحميد المجيد وأنت ذو الجلال والإكرام وأنت الأحد الصمد وأنت الخالق البارئ المصور. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اشفنا جميعا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم أد الديون عنا، أد الديون عنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح أحوال أحبابنا، واشف أمراض أحبابنا، واهد قلوب أحبابنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أعتق رقابنا من النار يا علي يا كبير. جئنا نرجو وجهك، جئنا نرجو كرمك، جئنا نرجو عطائك، جئنا نرجو عطائك، جئنا ونحن كلنا ثقة في كرمك وجودك يا رب. اللهم أعطنا سؤال